الشباب حتى انهم موجود في القائمه ال 50 لعيب. انتوا كحراس مرمى بتشوفوا الموضوع ده ازاي؟ في اطار الملعب في اطار المنافسه بينكم بتشوفوا القصه دي ازاي؟ اي حد يجي حاجه تساعدنا يعني فاكر صعب ليه الدرجه وفي الاخر هو كسب شيء غريب برضه يعني. ايوه اتفضل. سؤالي للمحمود جد. محمود خلاص اسالك انت كحارس مرمى، الحصه التدريبيه اللي انت بتحضرها في حضور ثلاث حراس، هل تختلف عن الحصه التدريبيه اللي بتحضرها في حضور اربع حراس؟ لان كل الناس دلوقتي بتتكلم عن النقطه دي، الاستفاده الفنيه من وجود اربع حراس في تدريب معين لحراس المرمى، هل هو نفس الاستفاده في ثلاث حراس ولا لا؟ طبعا المنتخب الحراس بتيجي جاهز اصلا من الانديه، فهي هي مشاكل كتير يعني. وحضرتك تسال نظام حرس حراس او كده في عادي يعني تفرق بالنسبه لكم اكتر صوت يا جماعه.